واليوم بغيت تعتذر، اشنو تغير تبغي تعتذر السي عيسى؟ خويا انايا غلطت في حق الزوجه ديالي وفي حق العائله ديالها كاملين، وصدقت مشوه براسي ومشوه بالمراه ديالي على والو، على اي على حاجه خاويه. انايا من جيت ديك الساعات وقفت هنا في المدينه وبان لي الصحفي وهضرت معاه، ما كذبش عليكم، حيتاش انا كنت هذاك الصباح فيها واحد الحرقه وفيها واحد الدم حامي، واحد الدم حامي اللي ما تصوروش. وهذيك الساعات صافي خرجت نهضر للصحافه على المشكل ديال الزوجه ديالي اللي عايش مع الزوجه ديالي. المهم هذيك الهضره انا المره ديالي راه 9 سنين وانا مزوج انا وياها ومفوت معاها الحلو والمره مفوت انا وياها، وما نقدرش نبعد عليها وما نقدرش نستغنى عليها، انا مرتي هي كل شيء. ولكن هذاك الفيديو اللي درت هاد العشر ايام، قسما بالله الاخوان، قسما بالله المشاهدين الكرام كاملين غادي يعرفوني وغادي يعادروني، والله العظيم ما كنت في الوعي ديالي، وماشي هذيك هي الهضره ديالي اللي كنت كنخرج من فمي. حيتاش من شفت الفيديوهات راه وصلت لواحد الحاله صافي بغيت ننتحر، ما نكذبش عليك والله الا بغيت ننتحر. لا من شفت الفيديوهات وشفت هذيك الهضره اللي كنت كنقول في مرتي وفي عائلتي، راه ما نكذبش عليك بغيت نصفيها لراسي صافي، ما نبقاش عايش في الدنيا، ما نبقاش مبين وجهي كامل. دابا واش ندمتي؟ دابا ندمت لواحد الندم اللي ولا قايسني الاكتئاب. واش ندمتي باش ترجع ولا ندمتي؟ ندمت اخويا، شوف ندمت ماشي على التصريح، انا ندمت على المراه ديالي وندمت على داك الشيء اللي قلت وباغي نرجعها باي طريقه، وانا مرتي هاني طراب تحت رجليها، اي حاجه بغات ديرها فيا ديرها فيا. انا مستعرف بالغلط اللي درته، مستعرف بالغلط، ما كننكرش نقول ما درتش ولا ما هدرتش، ولكن هذاك الشيء اللي هدرته واللي قلته راه قسما بالله اخوتي ماشي من خاطري، هذاك الشيء راه ديال السحر والشعوذه، وكاين هذاك الشيء، راه ماشي تقولوا لي ما كاينش. حيتاش علاش واحد الراجل هو ومرته عايشين بخير اليز، واخا عندنا واكلين شاربين، واخا ما عندناش، مهم ضاحكين مفطحين عايشين بخير، ديما ضاحكين انا وياها، ديما كنلقاو المشاكل بعضياتنا، ولكن هاد المره وصلنا لواحد الدرجه راك شفتوا بعينيكم فين وصلنا، والهضره اللي وصلنا ليها حتى واحد ما يرضى يهضر على مرته بهذيك الطريقه. ولكن دابا انا كنعتذر امام المشاهدين وامام 40 من النسمة ديال البشر اللي كاينه في المغرب، وهما شهود عليا كاملين، هاد الناس شهود عليا. انا راه لقيت خدمه، راه خدام، والبليه قسما بالله العظيم ما غنولي نكمل حشيش لاكارو. انا الحل الشرط الوحيد اللي نطلب منها وهي تولي عندي باش نولي لعقلي ونولي صافي شاد طريق الصلاة ديالي والعبادة، وهذاك الشيء اللي بغات تشوفوا فيا زوين، اللي بغات تشوف فيا شي حوايج زوينين وشي حوايج اللي غادي يزيدونا لقدام انا وياها، انا كنطلب منها حاجة واحدة تولي ليا. اللي ضرها في هذاك الفيديو؟ اللي ضرها في هذاك الفيديو اخي، وهو بحال مثلا شنو غنقول لك؟ راه لحد الان ما قادش نهضر كاع على داك الموضوع اللي ضرها ولا اللي ضرني، راه حتى هي خرجت بالصريح وقالت داك الشيء اللي ما يتقالش فيه، حتى هي راه هضرات ماشي ما هضرش، وما نحاسبهاش انا على ديك الهضره اللي قالت، من حقها تهضر تقول اللي بغات تقول، من حقها، راه اي واحد كتضرها بكلمه صغيره راه يرد عليك اللي ما يتردش، اللي كاين فيك واللي ما كاينش. دابا انا طيحت الكواري وكنقول لك سكينه انا كنقول لها من هذا المنبر انا ما فيهاش غرام ديال الرجوله وما فيهاش غرام ديال الشخصيه وما فيهاش شي، حيتاش علاش خرجت بهذاك التصريح وماشي خرجت بالتصريح لاي واحد، العائله ديالي، للدار ديالي، المحل ديالي، لعائلتي، لا راه لا يمكن، راه لا يمكن. ودابا كنطلب منك سكينه هاني طراب بين رجليك، ديري فيا اللي بغيتي، اي حاجه بغيتيني نديرها معك نديرها معك. راه قلتي واحد الكلام قبل بزاف. راه قلت لك مستعرف بهذاك الشيء اللي قلت، وراه داك الشيء اللي كنت كنخرج من فمي راه ماشي انايا، راه ماشي الكلام ديالي، راه ماشي في الكلام ديالي. انا دابا كنهضر معاك بكل قواي العقليه، دابا كنهضر بكل الكلمات وبكل
القوايه العقليه كنهضر مع مرتي، انا باغي مرتي، ما باغي حتى شي حاجه اخرى من هاد الدنيا، باغي المراه ديالي. ما عنده ما يشوفها اخي، راه شوف الالاف تاع الفيديوهات كيدوزوا في النار، ماشي غير انا ولا الحاله ديالي. وغنشوفوا وغنحاولوا باش ما امكن نحيدوا هذاك الشيء، غنشوفوا باش ما امكن نحيدوا داك الشيء، واخا داك الشيء تشاف راه اللي عطى الله عطى، راه في ظرف جوج سوايع ولا ثلاثه راه كيطلعوا الالاف ديال الفيديوهات. الفيديو ديالي انا اللي هضرت عليه ولا اللي قلته راه باط طاح. الكلام اللي كتقول غير المسؤول. شوف هذاك الكلام اللي قلت تحمل العواقب ديالو، هذاك الكلام اللي قلت انا كنتحمل المسؤوليه ديالو، ماشي كلامي، ماشي انا اللي كنت كنهضر، ماشي من الطبع ديالي ولا ماشي من القاعده ديالي غادي نخرج للصحافه وغادي نهضر وغنقول انا يا مرتي دايره لي وفاعله لي وتاركه لي. راه ديك الهضره باش دير البوز. علاش غادي ندير البوز؟ لو كان بغيت ندير البوز راه نخرج بوحدي وندير البوز، علاش غادي نخرج ندير البوز؟ ما عندي ما ندير بشي بوز، انا ما عندي ما ندير بشي بوز ولا ندير بشي شهره ولا بشي عالميه ولا ما عندي ما ندير بها. انا الشهره اللي باغيها دابا وباغي العالميه اللي باغي نوصل لها، وهو باغي نوصل لمراتي، باغي نرجع مراتي، صافي ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، حتى شي حاجه اخرى ما بغيتها، بغيت نرجع غير المراه ديالي ترضى عليها ونرضى عليها ونعيشوا بخير انا وياها. وهذا الكلام اللي كنقول انا مسؤول عليه، وكنطلب من العائله ديالها ومن باها ومن خوتها ومن العائله ديالها كاملين يسمحوا لي ويسمحوا لي ويسمحوا لي. لحق واش ما درتيش واحد الجركعات قسما بالله العلي العظيم. شوف انا هضر معايا واحد السيد راقي وقال لي يا ودي راه هذاك الشيء ماشي طبيعي فيكم وماشي عادي. شوف ماشي طبيعي، يعني كاين السحر ما بيناتنا. ماشي طبيعي ولا انا ماشي طبيعي؟ لا ماشي طبيعي، انا طبيعي عادي نورمال. انا لو كنت ماشي طبيعي راه تلقاني في حاله ماشي هي هذه. انا طبيعي عادي نورمال، وداك الشيء اللي فيا واخا ما كيبانش عليا كيحقدني انا ومرتي، كنتحاقدوا كنبقاو نضاربوا كنبغيو نديروا المشاكل على ابسط الحوايج، ابسط الحوايج كنديروا عليها المشاكل. دابا داك الشيء اللي عطى الله عطاه، وراه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيسامح، الله هو اللي كيسامح. اما دابا انا بغيتك تسامحيني من قلبك ونعطيك الوقت نعطيك المهله، ما غنقولكش راه هذا الشيء راه ساهل يعني دغيا راه غتنساي ودغيا غتولي. انا اللي بغيت منك بغيتك تولي عاديه ونولي انا وياك ونخرجوا انا وياك وخدامين انا وياك ونزيدوا لقدام ونخرجوا ونتسالاو، وحتى شي واحد ما غادي يعرض لينا وحتى واحد ما غادي يدير لنا. درت محاولات، شوف درت محاولات ومحاولات. انا المراه ديالي عارفه كيفاش داير، هي قلبها بيض، المراه قلبها بيض. سمعت قلبك لا لا انا قلبي بيض وقلبي حنين فيها على بزاف ديال، انا قلبي حنين فيها. راه قلت لك انايا نوصل مع لواحد الدرجه اللي ما غايقدرش يديرها قدامك شي واحد. شوف انا مستعرف، انا مستعرف، انا مستعرف، انا نستعرف بالغلط. وراك شوف تانتوما الله يهديكم، تانتوما الصحافه الله يهديكم، تانتوما كتشعلوا النار صاحبي، راه ما كاينش واحد فيكم. لا شوف انتوما انت دابا كتهضر معايا كتقول لي راه كنقول لك انا ديك الهضره الا جيت نجبدها راه معمرنا غادي نتصالحوا. انا دابا قلت لك جاي طالب منها وراغب منها وراغب من والديها باش نتصالح. انا كنقلوا الخان، نقلوا داك الشيء اللي قلت. داك الشيء اللي قلت، داك الشيء راه نقلنا دابا ملي قلت لي بغينا نتصالحوا مرحبا. اي ولكن شوف اخويا راه شوف الصحافه راه ما غاديش تزيد عليك ولا غادي تنقص، راه غادي تقول داك الشيء اللي بغيتو غاتنشرو، راه ما كاينش واحد. هي راه تشوفوا راه حنا نديرو في الخير. شوف انا راه بطلت هذا النهار من الخدمه، تخيل خدام البارح النهار الاول ما كنتش خدام، يلا لقيت خدمه، يلا لقيت خدمه، يلا خدمت البارح، البارح خدمت، وهذا النهار هذا النهار جلست من الخدمه باش نخرج مع جميع الصحافه اللي صوروا معايا ونخرج بهذا التصريح باش نبرئ المراه ديالي اللي كنبغيها من القلب ديالي. ومرتي مرتي لو كان طلب مني، شتي لو كان طلب مني عينيا نعطيهم ليها، القلب ديالي نعطيه لها، كلوتي نعطيها ليها، انا كلي ديال، انا كلي شخصيا كامل كما راني ديالها، حيتاش هي مرتي. وكل يوم كتخسر الخاطر. هذاك الشيء اللي كاين. الاول خسرتي الخاطر. خسرت اخويا. هذاك الشيء اللي باغي انايا من الله سبحانه وتعالى. شوف انا قلت لك هضروا معايا ناس وبديت نصلي، بديت صافي تابع طريق الله، وملي بديت نصلي راجعت النفس ديالي وليت عارف راسي انا غلط مرتي بزاف. وشتي واخا تقول فيا اللي تقول نعذرها. راه نعذرها، تقول فيا اللي بغات تقول نعذرها، وما غنردش عليها بكلمه، شي كلمه ما نردش عليها. ودابا انا كنقول لها انا بين يديك، اللي بغيتي ديريه ديريه، اللي بغيتي ديريه فيا ديريه،
صافي على قبل دوك الوليدات وعلى قبل هذيك العائله ديالنا وعلى قبل الاسره ديالنا ما غنفركتوش هذا الشيء. صافي الشيطان دخل بيناتنا وهضرنا، انت يا قلتي انا قلت، الله يجعل البركه صافي، الله يجعل البركه صافي. بغينا نبداو حياه جديده وصفحه جديده، هذاك الشيء اللي كنطلبوا من الله. راه كل بني ادم خطاء وخير الخطائين. الله يرحم لك الوالد توابه. انت دابا تبكي؟ انا استعرفت، انا هي الحاجه الوحيده وهي انني استعرفت بالغلط ديالي. شوف انا استعرفت بالغلط، ماشي كنكر نقول لك لا ما قلتيش ولا ما درتش ولا ما فعلتش. اه كنستغرب كنستعرف بالغلط ديالي. انا كنطلب من المشاهدين الكرام والناس المحسنين يتعاونوا معنا ويدخلوا معنا بخيط ابيض كما كيتعاونوا مع الناس. رد المراه ديالي، انا ما باغي لا فلوس لا باغي حتى شي حاجه، ما باغي فلوس ما باغي معاونه ما باغي حتى شي حاجه، باغي نلم غير العائله ديالي. صافي هذا الشيء اللي بغيت، اللي بغيت من هاد من هاد من هاد الحياه. كنخصموا شنو الرساله توجهنا وحنا على المباشر؟ انا نوجه لها رساله واحده اخي على المباشر وامام الناس، كنطلب منها تسامح ليا وتسمح ليا وتسمح ليا، واخا غادي تسامح ليا راني عارفه تسمح ليا. شوف هي قلبها، شوف مرتي راه معاشرها وعارفه كي دايره، قلبها بيض فهمت، واخا تحقد تحقد قلبها بيض، ولكن خاصها واحد الحاجه ديرها في راسها تبعد من انايا. ماشي شوف الهضره كدور فهمت، وتا هي راه الهضره كدور عليه، تا هي راه كيقولوا لها ديري وفعلي وتركي. وانا ندمتي عمرو تا هي راه شوف تا هي كيحرضوها اش كدير. الله يفرجها لك يا ربي امين، الله يجعل